هذا ادعاؤهم. وهنا أقول: صدام لم يكن مدعيا لنشر الحرية والديمقراطية ولا العدل ولا المساواة، بل أكثر من ذلك، وهو يعترف بنفسه إرهابيا طامعا للشعب العراقي وبكل صراحة ووقاحة. فعندما يفعل مثل هذه الأمور أو أشد منها ليس أمرا عجيبا أو مهم لو صح التعبير. الإرهابي لا يصدر منه إلا الإرهاب. هذا مضافا إلى أنه لم يكن يصور مثل هذه الأفعال وينشرها بين الناس وعلى الفضائيات وعلى الملأ. لكن أمريكا ممن تدعي أنها إرهاب وليست راعية له، وأنها تنشر العدل والمساواة بين الناس والحرية والديمقراطية. فعندما يصدر مثل هذا الأمر وفي نفس المكان الذي كان العراقيون يرون فيه ألوان العذاب من الشيطان الأصغر، فهم الآن يرون فيه ألواناً قديمة وحديثة بالنسبة للشعب العراقي ومن الشيطان الأكبر أمريكا، راعية الإرهاب ومشجعة عليه بسبب أفعالها المشينة. إذن لا مقارنة بين الاثنين أصلاً. وإن كانت هناك مقارنة، فإن أمريكا ادعت أنها أتت لتخليص العراق من هذه الأمور، أي التعذيب الجسدي والجنسي والنفسي وغيره، وهي الآن تقوم به ضد الشعب العراقي وبنفس المكان. فمن يا ترى مخلصنا غير منقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، فإننا عبادك وهم قد نكلوا بنا تنكيلا. اللهم احصهم عددا ولا تجعل منهم على الأرض أحدا. اللهم واجعل بأسهم بينهم واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. فمن هنا أطالب الرأي العام والمنظمات الإنسانية بأن يلغوا هذا السجن الإرهابي، أما بإلغائه البتة أو تحويله إلى منظمة سلمية إنسانية عراقية لا تمت إلى الإرهاب ولا إلى الاحتلال بصلة، فالبلاد بلادنا والدوائر والبنايات بناياتنا. وأطالب أيضاً بالإفراج عن جميع الأسرى وتحويل المجرمين منهم إن وجدوا إلى محاكم عراقية شريفة، وبدستور عراقي نزيه بعيد عن الاحتلال وبأسرع وقت، وإلا اتخذنا الإجراءات اللازمة وبالطرق التي قد تجهلونها. فكما أن الإمام المهدي لن يسكت عن معتقلات صدام، لم يسكت عن معتقلات صدام وفرج عنهم بالنصف من شعبان، فإن الله سوف لن ينسى عباده المخلصين. فيا أيها الأعداء اتعظوا إني لكم من الناصحين. وكما دمر الإمام بناياتكم ليزجكم بما أنتم له سائرون من حفر قبوركم بأيديكم وأيدي المؤمنين، فهو الآن قد جعلكم بين نارين، نار الانسحاب ونار البقاء، وكلاهما ربح لنا بعونه تعالى. فإن بقيتم انتهيتم قتلا وتشريدا ممن وقع عليهم الظلم والمقاومة، رد فعل طبيعي على الاحتلال، وإن انسحبتم انكسرتم أيضا. مضافا إلى أن بقاؤكم فيه بيان لمظلوميتنا أكيدا، ولن نسمح لكم بالسيطرة علينا أبدا، وستخرجون عاجلا أم آجلا، والله على ذلك من القادرين.